السادات والسادة، تحية لحضراتكم في هذا المشهد الجديد. مشهد اليوم يدور حول آخر التطورات المتعلقة بمخيم اللاجئين في عين الحلوة في جنوب لبنان، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر خاصة بعد التصريحات المتضاربة من كل الأطراف، هذا هو موضوع هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم بضيفتي الدكتورة غادة جابر خبير العلاقات الدولية. دكتورة منوراني، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ فوزي، أسألك شادي. اسمحي لي أن نتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد هذا التقرير ابقوا معنا مشاهدينا. استمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، وذلك بعد اشتباكات مسلحة داخل المخيم لمدة 5 أيام متواصلة، وتم تسجيل خروقات طفيفة لقرار وقف إطلاق النار تمثلت في إطلاق أعيرة نارية بين الحين والآخر استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية. ويأتي ذلك في أعقاب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وفق آلية تم التوافق عليها، وخلفت الموجة الثانية من الاشتباكات المسلحة عددا من القتلى وعشرات المصابين الذين يجري حصرهم، بينما أسفرت الموجة الأولى عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين. ويرفض النازحون من المخيم العودة له في الوقت الحالي لحين التأكد من تثبيت وقف إطلاق النار، وخوفا من تجدد الاشتباكات في أي لحظة. ودفعت الاشتباكات الأخيرة مئات العائلات إلى النزوح من المخيم، منهم من لجأ إلى أقاربه، وحوالي 400 عائلة اتخذت من جامع قريب ملاذا، و78 عائلة أخرى تم استقبالها في مدرسة في صيدا. واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أن ما يحدث يشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة. وتجددت الاشتباكات في المخيم بعد توقف لأسابيع عدة إثر مواجهات عنيفة اندلعت في 29 من يوليو الماضي واستمرت 5 أيام. وأسفرت تلك المواجهات التي تعد الأعنف منذ سنوات عن مقتل 13 شخصا، ويقطن في المخيم أكثر من 54,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا. أهلا بحضراتكم من جديد مرة تانية مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وكمان بجدد الترحيب بضيفتي في هذا الحوار الدكتورة غادة جابر خبير العلاقات الدولية. دكتورة منوراني، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ فوزي. يمكن في البداية ناخد فكرة عن مخيم عين الحلوة والتفاصيل ما حدث. في البداية ممكن نقول يعني كتذكرة في عجالة أن مخيم عين الحلوة هو أحد المخيمات أو أكبر المخيمات الموجودة في لبنان التي تضم المواطنين الفلسطينيين أو اللاجئين الفلسطينيين. من ضمن 12 مخيم هو الأكبر، رغم أن مساحته مش كبيرة لكن هو الأكبر من حيث تعداد السكان في هذا المخيم، مساحته تقريبا 1 كيلو متر مربع، لكن بيضم حسب تقرير الأونروا ووكالة غوث بيضم تقريبا 80,000 مواطن فلسطيني. طبعا المواطنون اللي يعني من يقطنوا هذا المخيم طبعا هم مجتمعين من الفصائل المختلفة من الفلسطينيين، والمخيم بيرجع تاريخه إلى ذكرى النكبة لدولة فلسطين منذ عام 48، واستمر كمخيمات شكل المخيم الطبيعي إلى عام 52، ثم بعد ذلك أخذ يعني أهل المخيم في البناء الأسمنتي إلى أن أصبحت هناك يعني شبه بنايات سكنية بتأخذ التوسع يعني العمودي من حيث أنه يستوعب عدد السكان المتزايد دايما. طبعا المخيم بيضم عدد كبير من الفصائل الفلسطينية، لكن في نفس الوقت هو موجود
في جنوب صيدا الجنوب الشرقي للبنان، وفي نفس الوقت الجيش اللبناني او القوى الامنيه للبنان ليس لها سيطره بحكم الاتفاق الذي تم ما بين لبنان وفلسطين، ان من يحكم هذا المخيم هي الفصائل الفلسطينيه بالتوافق ما بينهم، يكون الحكم ذاتي للفصائل الموجوده داخل هذا المخيم وليس للقوى الامنيه اللبنانيه اي سيطره على هذا المخيم، سواء من حيث يعني فض النزاعات او التدخل في اي اشتباكات بتدوم او بتتم في هذا المخيم. ده بالنسبه للمخيم. اصل هذه الاشتباكات يعني ده يرجع لاكثر من شهر تقريبا، احد الشباب المنتمين للحركات الاسلاميه المتشدده يعني اطلق عليها عده اسماء منها الاخير جند الشام، يعني هذا الشاب قام باطلاق النار على عدد من مستوطني هذا المخيم من حزب الله، واعتقد تم بالفعل سقوط قتلى يعني نتيجه هذه الترشقات بالاسلحه ما بين الطرفين. لكن الاصعب ان طبعا تمددت هذه التوترات وسقط العميد او القائد، يعني نقدر نقول القائد الذي له سيطره كبرى في حزب الله هو العرموشي، وطبعا بسقوطه كقتيل في هذه الاشتباكات ادت الى زياده التوتر والى توسع التوترات ما بين الجانبين. حتى من وقت لاخر بيتم اطلاق هدنه او بيتم طبعا من الجانب اللبناني والجانب الفلسطيني واجتماعات متعدده الى ان يتم او الوصول الى هدنه ما بين الطرفين، لكن الهدنه دي ما يعني لم تاخذ حيز التنفيذ الجاد او يعني الصرامه في التنفيذ، وبيتم اعاده الترشقات مره اخرى بالاسلحه ما بين الطرفين. يعني الى جانب الاطراف الفلسطينيه المتواجده في المخيم هناك ايضا يعني اعضاء من حزب الله، وبالتالي بدايه المشكله كانت من سقوط اللواء اشرف العرموشي، هو ده اللي فجر الازمه بشكل كبير. حركه فتح العميد القيادي في حركه فتح مش حزب الله، عفوا حركه فتح لا، على اعتبار ان هم فصائل فلسطينيه متواجده في هذا المكان. طيب يعني ده مكان مستقل بيقطنوا فصائل فلسطينية يعني متعددة أو أطراف فلسطينية متعددة، وبالتالي حضرتك قلتي أن القوى الأمنية اللبنانية ليس لها سيطرة على المخيم بأي شكل من الأشكال. أنا بس عايز شوية تفاصيل عن أوجه الحياة في هذا المخيم، لأن بالتأكيد الجوانب السياسية والاقتصادية بتعكس واقع اجتماعي ممكن يكون له سبب من الأسباب في هذه الاشتباكات بشكل أو بآخر. طبعا الجوانب السياسيه والاقتصاديه، ومش هنقدر نبعد عن ما يحدث في فلسطين بالفعل في هذه الايام والضفه الغربيه والاشتباكات المستمره داخل فلسطين بالفعل من الجانب الاسرائيلي. يعني اعتقد يعني رغم كل ما يحدث ورغم الظهور ان هناك حركات وفصائل وحتى جهات اسلاميه متشدده، لكن اعتقد ان الامر في الاخر في النهايه بيصب الى محاربه التواجد الفلسطيني بالفعل، لان هذه او هذا المخيم بالاخص يعتبر قوة فلسطينية كبرى وهي موجودة في المخيم ده بهدف ان يكون هناك امل في العودة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة مرة اخرى. فان يظهر هذا التشتت وهذا الانفلات الامني ما بين الفصائل الموجودة في هذا المخيم هو اكيد ليه علاقة بالبعد يعني التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية بالقضاء على القوى الفلسطينية او مطالبتها بالحق للعودة مرة اخرى الى الاراضي الفلسطينية. ده امر. الامر الاخر طبعا الفصائل المتعددة داخل فلسطين والاتجاهات المتعددة بتجعل هناك دواخل بتسمح بدخول الميليشيات او دخول عدد من سواء الاسماء تختلف، لكن في النهاية هي ميليشيات بتهدف الى تفتيت هذه القوة والى عدم القدرة على المواجهة الحقيقية للعدو الحقيقي هو العدو الصهيوني والاحتلال الاسرائيلي. ففي النهاية تواجد هذا المخيم في لبنان طبعا وضع اقتصادي هو وضع متدني جدا، المفروض ان وكالة الأونروا ووكالة غوص بتقوم بإمداد هذا المخيم رغم ان هو الأكبر من حيث العدد ومن حيث تواجد السكان الفلسطينيين فيه، لكن الدعم بيكون بسيط جدا خاصة في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة التي عانى منها العالم من أزمات اقتصادية، كان دعم هذا المخيم قليل جدا بالنسبة لاحتياجاته سواء من الناحية الصحية أو الغذائية أو التعليمية. طبعا ده في حد ذاته بيؤدي إلى وجود صراعات بالفعل ما بين الفصائل والسكان المتواجدين داخل المخيم. فالمخيم بيأخذ عدد من الاتجاهات سواء السياسية أو الاقتصادية، وفي النهاية جميع العوامل بتصب في النهاية إلى أن يكون هناك بالفعل خلاف
وعدم توافق ما بين هذه الفصائل، سواء من الناحية السياسية والسيطرة الخلاف الدائم داخل هذه الفصائل بهدف تفتيت القوى الفلسطينية، أو من الناحية الاقتصادية وهو الإهمال الدائم من المنظمة الرعاية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في هذا المخيم. الحقيقة يمكن برضو البعض كان بيطرح فكرة هل هي خلافات سياسية في الأيديولوجية السياسية الفلسطينية بين الأطراف سواء كانت ميليشيات أو حركات، ولا خلاف على السيطرة على المخيم بشكل أساسي، والاثنين النتيجة تقريبا هتكون واحدة يعني. يعني حركة فتح يعني كانت مسيطرة ومهيمنة على الأمر كقوة من الفصائل الفلسطينية الكبرى الموجودة ضمن الفصائل الفلسطينية، لكن مع تدخل حزب الله في عديد من الأمور ومحاولة يعني حزب الله لديه مبدأ ليس هناك وطن وليس هناك دولة، ولكن هناك يعني قواعد إسلامية متشددة بيتبعها هذا الحزب وبيريد فرضها في العديد من الدول العربية سواء كانت في لبنان أو في إيران أو في فلسطين أو في سوريا، العديد من الدول التي تعاني من التدخل لحزب الله في الأمور السياسية للفصائل، وخاصة أن وجود فصائل متعددة في فلسطين بتجعل هناك مداخل مختلفة من هذا الحزب يستطيع أن يدشن العديد من المفارقات بين الفصائل المختلفة، والهدف في النهاية أن يكون هناك هيمنة كاملة ربما من حزب الله على الوضع في يعني هذا المخيم. وهناك أيضا الكثير من التحليلات أن حركة فتح هي يعني لم تعد بقوتها كما كانت من قبل، والدليل على ذلك أنها يعني نحن على فترة ليست قليلة تخطت الشهرين ما بين الضرب المتبادل ما بينها وما بين الفصائل المتشددة أو جند الشام، والأمر مستمر في الضرب وسقوط قتلى سواء من المواطنين العاديين حتى اللبنانيين سقط منهم قتلى، وده طبعا أمر بيؤزم المشكلة وبيجعل يعني هناك تخوف أن يكون اضطراري دخول الجيش اللبناني في فض النزاع في هذا المخيم كما حدث في عام 2007، كان هناك اضطرار لدخول الجيش اللبناني في هذا الأمر، وطبعا ده بيؤدي إلى يعني نتيجة غير مرجو الوصول إليها وغير مرضي عنها سواء من قتلى سواء من الجانب الفلسطيني أو من الجانب اللبناني. حتى كمان كان في نازحين خايفين يرجعوا المخيم لأن برضو تثبيت الهدنة يعني لم يستقر بشكل أو بآخر. تم بالفعل إنشاء مخيمات جديدة، يعني مخيمات تأخذ شكل مخيم على بعد تقريبا 3 كيلومترات من مخيم عين الحلوة، تم إنشاء مخيم من قبل منظمة الأونروا لاستقبال النازحين اللي يعني تخطى عددهم تقريبا 2000 نازح من هذا المخيم هروبا مما يحدث في عين الحلوة. أعتقد أن يتم إنشاء أو وجود مخيم جديد ده يعني أن الأمر مستمر وأن الأمور يعني متوترة ومتصاعدة ما بين الجانبين، وأعتقد أن يعني الفترة اللي جاية سوف يتم تصعيد الأمور أكثر من ذلك بسبب أن كل طرف من الأطراف بيسعى إلى الهيمنة، وخاصة سقوط قيادي مثل العرموشي من حركة فتح ده ليه أثر كبير إلى الآن بيطالبوا بالقبض على من قام بهذا العمل. أنا بشكر حضرتك جدا وعفوا للمقاطعة، بشكرك الدكتورة غادة جابر خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا. بنتقل مع حضراتكم مشاهدين الكرام إلى الملف الأبرز، هو اجتماع السيد رئيس الجمهورية مع قيادات مصر العسكرية قيادات القوات المسلحة لبحث أوجه تقديم المساعدات للأشقاء في المغرب وليبيا نتيجة الكوارث الطبيعية التي ألمت بالأشقاء في ليبيا والمغرب. بنتابع مع حضراتكم هذا التقرير بعض تفاصيل النقاش، ابقوا معنا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي الأول إن احنا يعني في البداية كده نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم
لضحايا الكارثه الانسانيه اللي حدثت في زلزال المغرب او في الفيضانات اللي حدثت لاشقائنا في ليبيا. ويمكن اللقاء اللي احنا موجودين فيه النهارده، انا عارف انتم شغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا، عملت تنسيق مع الاشقاء على ان احنا يعني اذا كان في ممكن بتواضع شديد ان احنا نقدم دعم ومساعده مع بالتعاون مع الاجهزه والمؤسسات الموجوده هناك، انتم شغالين في ده. وانا حبيت بس ان انا من خلال اللقاء ده معاكم ابقى مطمن على ان احنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجويه جوا يعني، او بالقوات البحريه البحر، او برا بالنسبه لاشقائنا في ليبيا، لان حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. انا اللي يهمني في بالنسبه يعني في اعمال التنسيق، نبقى المطالب اللي هي اللي فعلا يعني هتبقى تقدم تيسير او تسهيل للكارثه اللي موجوده. وطبعا اذا كان اطول غاسه، اذا كان اطول انقاذ، اذا كان معدات موجوده، اذا كان معسكرات هتنشا. يعني انا عارف طبعا ان احنا في 7 طيارات دلوقتي جاهزين للانطلاق حسب عملنا 3 مش كده؟ 7 انقاذ و3 وبرضه بالنسبه لليبيا اتصور ان احنا محتاجين يعني وبسرعه، لان حجم الضرر الناجم عن الفيضانات هناك كان ضخم جدا. ويعني الاخبار والمعلومات الوارده بتحتاج ان احنا نتحرك بكل قدراتنا. وانا عارف ان قدرات الجيش قدرات يعني قويه وقادره بفضل الله سبحانه وتعالى مع الجيش الليبي ان شاء الله، ننسق معاهم ونتحرك سواء كان اللي كان فيه فرصه ان احنا نخش بالبر معاهم او بالقوات البحريه ايهما اسرع يعني، او بالقوات الجويه طبعا. بس القوات الجويه لو احنا عايزين نعمل عمل تعبيد طرق وغاسه للمناطق المنكوبه بمعدات مهندسين، واتصور ان احنا محتاجين نعمل كده يعني ان احنا مواجهات مهندسين بسرعه. يبقى انا كلمت قائد المنطقه الغربيه الصبح وقال لي في يعني في اجراء حامل ممكن يتم، بس طبعا احنا بنتكلم على حجم عمل ضخم. انتوا بتتكلموا في 3 مدن على الاقل مش كده؟ 3 مدن على الاقل حصل فيهم ضرر كبير قوي، وبالتالي محتاج دعم قوي، لان اشقائنا هيبقوا طبعا مشغولين دلوقتي في ظروفهم يا اسامه. ايوه بس فان شاء الله يعني دي مهمه مهمه مع الاشقاء، ولازم ان احنا يعني كلنا نقف سواء كنا كقوات مسلحه، وانا في ثقه كبيره جدا في القدرات وفي الامكانيات وفي رد الفعل، او حتى في الشعب المصري تجاه الازمتين اللي موجودين في اشقائنا في المغرب او في عند اشقائنا في ليبيا. وانا بقول ده جهد متواضع جدا، هو عباره عن تعبير رمزي للمشاركه في الالام والاحزان اللي تمت. واسمحوا لي ان احنا برضو نعلن الحداد 3 ايام في اطار يعني شكل من اشكال في المواساه والتعازي والمشاركه مع الاشقاء. على مدار 24 ساعة ونصحبك في جولة شاملة لأهم الأخبار بكل دقة ومصداقية ومهنية وبنظرة أكثر عمقا وتحليلا لأحدث الأخبار والموضوعات على النيل المباشر.
وللأحداث الإقليمية والعربية مساحة تحليلية في مشهد كل يوم. تتدفق الأحداث وتستمر المتابعة والتحليل من زاوية واحدة. قد يكون المشهد غير مكتمل، نقترب ليكون المشهد أكثر وضوحاً. نستلهم من الماضي الحاضر والمستقبل لنكون أكثر قرباً ومصداقية. ومع نهاية يوم حافل من الأحداث نقدم لكم رؤية تحليلية أكثر عمقاً من القاهرة. أميل الأخبار الأقرب إليك. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، كل تعازي للأشقاء في ليبيا والمغرب نتيجة الكوارث الطبيعية. مصر أعلنت الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع الأشقاء. كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة المصرية بتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في المغرب وليبيا لتفادي آثار هذه الكارثة. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية لتنسيق سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتهم لمواجهة التداعيات المترتبة على هذا الإعصار. كما تم فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاء 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين. للمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا الكرام بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ عاطف تحياتي، أهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك للساده المشاهدين. قف مصر اشكرك. قلوبنا مع الاشقاء في المغرب وفي ليبيا وفي كل البلاد اللي تقضي نكبات. صحيح، وقوف مصر مع الأشقاء في ليبيا والمغرب ليس بالجديد، كالعادة مصر بتقف مع كل الأشقاء في الأزمات. يعني كيف ترصد توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة التعامل مع تداعيات الكارثة مع الأشقاء في ليبيا والمغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. توجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب يأتي تأكيدا لتضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في البلدين المغرب وليبيا، ويأتي أيضا عهدا صريحا من مصر تجاه أشقائها. دائما مصر بتكون أول من يمد يد العون صحيح للأشقاء في كل المحن، وبتأكد مواقفها التاريخية تجاه أشقائها العرب وتجاه كل البلدان وتجاه المواقف الإنسانية اللي مصر لا تتأخر على الإطلاق في تقديم كل الإمكانيات وكل المتاحة لديها وتقديم الغوث والعون لكل من يحتاجها. هذا هو عهد مصر العريقة الإنسانية يعني شعبها يتصف على الدوام بأنه شعب وفي لكل الروابط اللي بتربطه سواء بالأشقاء أو سواء على المستوى الإنساني أو المستوى الإنساني. أستاذ عاطف، في مثل هذه الكوارث يعني ما يجب على المجتمع الدولي تقديمه للأشقاء في ليبيا والمغرب؟ على المجتمع الإنساني لديه طبعا مسؤولية كبيرة جدا في مثل هذه الكوارث. يعني الأمم المتحدة غيرها من المؤسسات الإغاثة الدولية لابد أن تتضامن وتقف مع كل البلدان أو كل الشعوب اللي بتمر بكوارث وبتمر بأزمات. عهدنا ان احنا يعني هذه المؤسسات الى حد كبير بتقدم ما تستطيعه، لكن المعول الاكبر على الاشقاء وعلى الجيران وعلى الدول العربيه التي تملك امكانيات تقديم مثل هذا النوع من الاغاثه وتقديم ما تستطيعه رغم يعني الازمات اللي بتمر بها الدول العربيه او على المستويات الاقتصاديه او غيره. لكن احنا على الاقل موقفنا احنا يعني نركز على الموقف المصري، بنقول ان مصر حتى لو بتمر بأزمات اقتصادية أو غيرها هي لا يعني لا تتأخر على الإطلاق
في العون مدياد العون للأشقاء. ويعني احنا اعتقد كل الأخبار وكل التقارير بتقول مصر عملت ايه وبتقول توجيهات الرئيس وعبد الفتاح السيسي اللي قدمها. النهاردة يعني الأخبار كلها بتقول القوات المسلحة اتحركت والدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب. وزي ما بنقول أو بنأكد ده يعني بيدل على تضامن مصر الكامل وقفها بجانب الأشقاء في كلا البلدين عملا بالروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء في البلدين المنكوبين. شكرًا جدا للأستاذ عاطف عبد الغني مدير تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف السيد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيد اللواء تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. سيد اللواء، في مثل هذه الكوارث وقوف مصر إلى جانب الأشقاء ليس بالجديد، ولكن في مثل هذه الأمور بتكون إزاي آليات المساعدة، مش بس المساعدات الطبية، ولكن أيضا سيد رئيس الجمهورية في تصريحاته وجه بأن تكون هناك أطقم إغاثة ومعدات هندسية وما إلى ذلك. ومعسكرات تمام. تفضل يا فندم. يمكن ده بدأ ظاهر حجم المساعدات أولا ما نقدم خالص التعازي لنفسنا والشعوب العربية كلها. يعني الشهداء اللي تستشهدوا من جراء في سواء كان في المغرب او في ليبيا من جراء الحدثين اللي حصل سواء زلزال او دانيال، اعتقد ان ده في حد ذاته يعني شعور يجب ان يكون هو المترسخ في ذهننا. يمكن مصر اعلنت الانحداد لمده ثلاث ايام يعني في كمشاركه يعني في هذا الصدد او هذا السياق. اضافه الى ذلك يمكن السيد القائد الاعلى للقوات المسلحه السيد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع القاده العسكريين النهارده مجلس القوات المسلحه وابتدى يضع النقاط فوق الحروف ما يتم تقسيمه من مساعدات. قال نبدا بالتنسيق، يعني هناك عمل تنسيق اللي تسهل، وكان الكلام صريح وواضح، المطالب اللي تسهل وتقدر تنفذ تقدم يد العون وبسرعه للاشقاء. ده دورنا وده واجبنا اللي لازم نعمله، وده مش جديد علينا لان احنا مصر الدوله الرائد والزعيم. طب يبقى نشوف ايه المطلوب من هذه العناصر، ندفع اطقم انقاذ، ننشئ معسكرات، نبعت معسكرات للإيواء عشان نحتضن العناصر اللي المشرده نتيجه الظروف اللي حدثت عندهم. صحيح. وبالفعل بسرعه بدات فعلا تتوالى التجهيزات والاعداد، ويمكن السيد القائد مهند نفسه قد لعل الخط مصلح مهند نفسه واوفد. يمكن السيد رئيس الاركان وصل بالفعل ليبيا منذ قرابه الساعتين ومعاه على معاه مجموعه من الطائرات، ثلاث طائرات تحديدا كنقطه اولى، اضافه 25 طقم انقاذ دي من العناصر اللي هي الاطقم اللي كانت بتساعد في هذا الكلام لمواجهه التداعيات اللي نجمع عن هذا الاعصار اللي حدث في ليبيا. ده بالنسبه لليبيا. ناهيك عن ما تم بالنسبه للمغرب، ولكن انا استكمل فيما يتعلق بليبيا. هناك تعاون ما بين المؤسسات الموجوده سواء القوات المسلحه الليبيه او القوات المسلحه المصريه في اطار فتح جسر جو لنقل الدعم اللوجستي، هو يمكن بدا بالثلاث طيارات دول بالاضافه الى الكثير من العناصر اللي ممكن تحتمل فكره بحريا او جويا طبعا او بريا، خصوصا ان ليبيا جار مباشر، فبالتالي عمليه التسهيل والنقل اصبحت سهله. ممكن الصحفي السابق الرئيس كان حاطط خط مسلحه الاستاذ الفريق اسامه عسكر معه السياسه الهندسيه اللي كانوا هناك في حاجه معمل طرق مطلوبه عشان تقدر تسهل وصول الامدادات واغاثه الملهوفين اللي موجودين نتيجه جراء الموضوع. فيمكن ده الوفد العسكري رفع المستوى اللي راح بقياده السيد رئيس اركان حرب وخط مسلحه، اعتقد واصطحابه لزياده رئيس الاله الهندسيه للوقوف على المشاهد وعلى حقيقتها وتجهيز بعض الدعم اللوجستي السريع اللي ممكن يساهم في تخفيف العبء عن كاهل اهالينا في الدول العربيه سواء في ليبيا بدايه ثم في المغرب فيما بعد. اعتقد ده في اشاره واضحه الى تنفيذ وتلبيه توجيهات السيد القائد الاعلى اللي كله ثقه في ان قوات القوات المسلحه ممكن تساهم في تجاوز جزء كبير من الازمه اللي تعرضت لها البلدان العربيه. ممكن عشان كده في سبع طيارات جهزوا، ثلاثه وصلوا واربعه ان شاء الله هيصلوا الى المغرب الشقيق بامر الله في غضون ساعات قلائل. اعتقد ان الدعم هذا وموالاته والتنسيق المستمر مع القوات المسلحه ومؤسسه الدوله في ليبيا وفتح الجسر الجوي لتلبيه كل الاحتياجات وكل المطالب الفوريه والسريعه والعاجله، يعني في نسبه شديد على ان تكون كل الحركه سريعه وعاجله، خصوصا ان يعني وممكن نتحرك من البر او من البحر ايهما اسرع عشان نصل بسرعه الى اهلنا في ليبيا ونساهم في انقاذ ما يمكن انقاذه. يعني العناصر اعتقد المساعدات بدات تتوالى والاعمال الانقاذ بدات تتوالى، وان شاء الله لن نكل
في ان احنا نساهم ونساعد ان ده دور مصر الريادي والقيادي والحضاري والام والذي ينبع من شخصية الدولة المصرية، الدولة النجيلة، الدولة التي تتعالى فوق الصغائر ودائما ابدا ما تساهم في مساعدة اخوانها وتفعل دورها القومي وتعلي القومية على كل شيء دون ذلك، دون مصلحة شخصية او مشابه، ولكن دائما ابدا نحن السند، نحن الدعم، ودائما ابدا ما نمد يد العون للاشقاء في اطار يعني التضامن معهم في كل ما يعني يحدث من مشاكل او من تداعيات سواء كانت طبيعية او صناعية. اشكرك جدا السيد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، شكرا جزيلا. كل الدعم والمواساة للأشقاء في ليبيا والمغرب. مشاهدينا الكرام، خدمات النيل بتتواصل مع حضراتكم بعد قليل حتى نلتقي في مشهد جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.